الله أرسل للبرية أحمد قبال من تبع الرسالة واهتدى وسعى بعزم للمكارم دائبا وتعقب النهج الكريم وسددا. لخير فينا إن هجرنا ديننا لخير فينا إن تنكبنا الهدى. ربكم حتى يراكم راكعين وسجدا ما ساد أسلاف لنا وتمكنوا حتى تمكن دينهم وتجددا. ساد أسلاف لنا وتمكنوا حتى تمكن دينهم وتجددا. صادقا لو أنكم قتم لمن بعث النبي محمدا وجعلتم القرآن نور قلوبكم والسنة العليا الدليل الأرشدا. وجعلتم القرآن نور قلوبكم والسنة العليا الدليل الأرشدا.